طبعا زي ما انت شايف احنا الناس واقفه عامله وقفه احتجاجيه امام مجلس الوزراء، وديا ثاني وقفه احتجاجيه خلال الاسبوعين الاخرانيين. ويرجع السبب ان احنا طبعا خدنا جميع القنوات الشرعيه، وزاره، رئيس وزراء، رئيس جمهوريه، وقدمنا مطالبنا ولم يتم الاستجابه لها، وعلينا ان الاغراض في المدارس وبرضه الحكومه بالرغم من ان نسبه الاغراض وصلت 50%، لكن برضه الحكومه لم تستجب حتى الان. فاحنا ان شاء الله دلوقتي ابتدينا التصعيد وجينا وقت احتجاجيه ثاني اذا لم يتم الاستجابه للمطالب وحقوق المعلمين والاداريين والعمال اللي هم الجميع العاملين في فتره التعليم، هنعلن الاغراض العام في جميع مدارس الجمهوريه، وبحذر الحكومه وبحذر رئيس الجمهوريه مما حدث للرئيس السابق ان هو اعمل هذه الفئه اللي هم المحتاجين دول ومالهم، هو ده كان نتيجته في الثوره اللي حصلت، فانا بحذرهم من نفس مصير الرئيس السابق. هنا بيبقى اللي بيجي هنا بيبقى صلب. عشان المدرس الجبله اللي بيدي بنت الجبله بتصلي الامور يحس بالناس اللي واقفه بتتبهدل عشان تجيب له قرار. محمد علي حسين عبد العال مدير مدرسه النبض الثانويه الصناعيه الثالث. السيادة الوزير والسيدة مديرة المديرية كنت أول ضحية ليهم. المدرسة اللي أنا توليتها من 10 شهور أو 11 شهر تقريبا، من 14 بالظبط، مدرسة متهالكة من 1955. مدرسة استلمتها في حالة يرسل استلمها زميل قبل مني ما قدرش يكمل لأن محدش استجاب له عشان نظافة المدرسة وعلشان استكمال الحاجات اللي ناقصة وعشان تطوير المعدات وعشان البلطجية اللي بتطل علينا من المنطقة المحيطة بالمدرسة، ما قدرش يتحمل، فالراجل اعتذر عن المدرسة وسابها. وتحت إلحاح وضغط السيد المدير العام الفني، مدير التعليم الفني، مدير عام التعليم الفني، ونظرا للعلاقه الطيبه بينه وبينه وضغط عليا، وافقت ان اتحمل مسؤوليه المدرسه خلال العام السابق 2012 من 4/10/2012. استلمت المدرسه في حاله يرسل. بعد ما استلمت المدرسه بدات اخاطب الساده المسؤولين، مدير عام اداره شمال الجيزه، والسيد مدير المديريه، ومدير الامن، والسيد مامون اسم امبابه، والسيد مدير حرس المنشآت عشان يوفروا لي عمال خدمات، مفيش، علشان يوفروا لي حراسات، مفيش. سعيد فتحي محمد عامل في مدرسه اسماء بنت ابي بكر ومعايا شهاده اعداديه كمان، ماشي، مش واخد حقي، بنقبض 216 جنيه قبضنا اساسي، مفيش حد فينا واخد حقه وحقوقه في المدرسه زينا زي المدرسين، عايزين ناخد حقنا، عايزين نتعين، نطلب التعيين. احنا بقالنا دلوقتي في بقالنا لسه بقالها 3 سنين و4 سنين ما تعينتش. في ناس شغاله بالاجر بقالها 30 سنه ما حدش باصص لها. ماشي، احنا لسه معمول لنا عقد، لسه معمول لي عقد تجديد سنه وشهرين، وبقالنا مثلا 16 سنه شغالين من غير قروض. عايزين نطلب حقنا ان احنا نتعين زينا زي المتعينين.